هذا معرض اسم المجموعة مخترعين، تقريبا 52 مخترع. هم مجموعة يا طلاب، يا مثلا يكونون من برا، كل شخص قدم اختراع عنده، اختراع تكنولوجي طبعا، يا يكون من ضمن مثلا صناعة الروبوت، يا مثلا صناعة موقع ويب سايت، يا مثلا موبايل ابلكيشن، مجموعة كلها مجموعة اختراعات تكنولوجية لمدة 3 أيام. مدة الهدف من هذا المعرض كل شخص يقدم التكنولوجيا اللي صنعها، مثلا راح تزورنا بعض الشركات ومجموعة شركات، أكو بعض الشركات اللي تهتم بالتكنولوجيا، بعض الشركات اللي تقدم فرص لذول الشباب المبدعين، والهدف الرئيسي هو دعم الشباب المبدعين بهذا المجال، مجال التكنولوجيا اللي هو مجال كلش كبير ومجال مستمر إلى يتطور سنة بعد سنة. هاي تكتشف زبالة وشنو؟ هذه تستخدم هذا كلش مهم، يعني هذا المراكز البحثية في زبالة، هذا للأطعمة الريموت كنترول أو التليفون، تطعيم القطط أو الكلاب. حقيقة هذه المشاريع ليست إنتاج سنة واحدة، وإنما عدة سنوات تتراكم، لكن تم اختيار مجموعة منها للوصول إلى الأفكار اللي طبقت فيها. الطلاب شاركوا، عندنا كثير من المهرجانات شاركنا بها، من المؤتمرات العلمية شاركنا بها، لكن أول مرة نطلع خارج مدينة أربيل وشاركنا إن شاء الله، ومشاركتنا إن شاء الله موفقة في هذا المعرض. حكيم يحكي بس انه نحكي؟ لا بس عملي، ليش بس عملي؟ هذا يكفي. مشروع مالي اسمه هيلبر بوت، على شكل روبوت سوفت وير يمشي على الديسكتوب مالتك ويساعدك على الديلي تاسكس، تمام، على الشغل اليوميه، على مود يمشي الشغل اسرع ان شاء الله. هو طبعا المعارض فد مهم خاصه لبلدنا. اول شيء يعني احنا عندنا هوايه مهندسين طلاب يعني عندهم شغف ان شاء الله، بس ماكو حد يساعدهم. هسه معرض تيك فيست يعني مساعدات، يعني مسوين كل الادوات اللي لازمك يساعدوك، يدبروا لك مساعدات، حتى يعني اكو فولنتير كلهم يساعدوك، يعني هذا فد شيء تحبي. ولا هو يشتغل ويكمل.
الله مع الله. Did he tell him? All of it? Yeah? Was he impressed or something? Yeah.